انا جايه اليوم اقول لكم كلام كثير مهم، ان احنا رح نستخدم متجر بلاي مش عشان تنزيل العاب، المره هذه بدنا ننزل تطبيق تعليمي من متجر بلاي. شفتوا مين احسن، تكون الصوره عاديه بالكتاب ولا تكون مجسمه؟ مجسمه. رح نكتب عن متجر جوجل بلاي كلمه تجسيم سابع. هذا التطبيق بخلينا نقدر نشوف الصوره اللي موجوده بكتاب العلوم بشكل ثلاثي الابعاد. تقضي المعلمة الفلسطينية حنان مصطفى جل وقتها متنقلة بين الطلبة والمدارس لشرح تطبيقها التعليمي الخاص بالعلوم العامة للصف السابع المسمى بتجسيم، تطبيق يعتمد على تقنية الواقع المعزز. هتفتح الكاميرا بشكل تلقائي، ممكن نسمع لشرح جدع دماغ بالضغط على هاي الايفون اللي هي الاعصاب مين طرفية. شايفين كيف الشكل بيظهر معنا؟ هذا التطبيق هو بأحدث تقنية موجودة في العالم. الواقع المعزز معنى تعزيز الصورة الموجودة في الكتاب بشكل مجسم أو بصورة توضيحية أوضح من صورة الكتاب. هذا التطبيق يعتمد على إظهار أشكال مجسمة ثلاثية الأبعاد. هذه الأشكال بالنسبة للطالب تزيد من الإدراك البصري للطالب، تزيد من أنه الطالب يتفاعل بكافة حواسه، فالطالب بعد استخدام التطبيق ولو لمرة واحدة لن ينسى ما شاهده وما سمعه في التطبيق، لأنه يختلف تماماً عن الصورة الموجودة في الكتاب المدرسي. هذا التطبيق يعتبر وسيلة تعليمية للطالب، ممكن الطالب يتدرب على المهارة مرة واثنين وثلاثة. بعد رحلة طويلة من التجريب والممارسة تحول تطبيق تجسيم إلى واقع يستخدم على نطاق واسع في المدارس الفلسطينية إثر تدريب المعلمة لأقرانها على آليات عمل التطبيق. بخلينا نحس انه احنا بنلعب واحنا بنستعمله، وعشان هيك بخلينا ييسر علينا فهم المنهج والاشكال الموجوده في كتاب العلوم. وانت لما تكون بالامتحان بتتذكر الصوره، بتتذكرها شو هي بالكتاب، بتتذكرها وانت بتخيلها في راسك من التطبيق، عشانك انت بتحس حالك بتلعب وانت بتستخدمه. بموازاة إشادة المعلمين بالتطبيق، فإن الطلبة يعولون عليه كثيراً في فهم واستيعاب الكتاب المدرسي بطريقة جذابة. كمعلمة بشوف إنه التطبيق ممكن يساعدنا في التعليم، ممكن يساعد في إضافة وسيلة تعليمية جديدة في غرفة الصف، وسيلة تعليمية بتجذب الطلاب بشكل كبير وبتثير انتباههم، بتخلي عامل التشتت وقلة الانتباه لدى الطالب تقل. لم يكن إنجاز هذا التطبيق سوى نتاج جهود مضنية من فريق تربوي وتقني متكامل قادته هذه المعلمة واحتضنته مؤسسة ماليزية تسعى لنقل التجربة في العالم. مش جديد أنه واحد مثلا نشوف على النت، لو واحد بده يعلم أولاده عن الحيوانات مثلا بحط الجوال بيطلع صورة الفيل أو نمر عشان يتعلم، بس أنه واحد بتعب وبركز في موضوع معين أو في المنهج معين للطلاب حالياً مش موجود في ماليزيا. فإن شاء الله لو الأستاذ حنان والفريق مستعد أنها تشتغل مع فريق في ماليزيا، ممكن نتفق معهم ونخليهم يطور برضو في الموضوع. ممكن الآراء السلبية لبعض الناس تخليه يدخل في حالة إحباط، بس مطول الإنسان هو دائماً عنده إرادة وفي عنده طموح وعنده ثقة بالله، ويستمر دائما في كتابة أهدافه ويكون دائما عنده نشاط وعمل واستمرارية، يشجع نفسه بكلمات إيجابية، يبعد عن السلبية، بيقدر إنه يواجه هاي السلبية والإحباط وبيقدر إنه هو يستمر. أنا طموحي إنه إن شاء الله نستمر في المناهج الفلسطينية وإن شاء الله نمتد لمناهج أخرى في الدول العربية. تطبيق تجسيم تجربة مميزة نجحت في إحداث اختراق تعليمي في منهاج العلوم الذي يتصف بالجمود والصعوبة، فالأشكال والصور والمعلومات تحولت إلى واقع معاش
تجربة تؤسس لإحداث نقلة تعليمية إذا ما وجدت طريقها للتعميم في بقية العلوم المدرسية الأخرى.